لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على سيد خلق الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد عباد الله، فحياكم الله في يوم عيدكم الفطر، وطبتم وطاب من شاكم، وتبوأتم من الجنة نزلا ومكانا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعني وإياكم عند باب الريان الذي لا يدخله إلا الصائمون. لنا حق أن نفرح بمثل هذا اليوم، فقد أمرنا الله بالصيام فصمنا، وأمرنا بالقيام فقمنا، وأمرنا بتلاوة القرآن فقرأنا. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ما لنا لا نفرح وقد بشرنا نبينا بمغفرة الذنوب، فقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حق لنا أن نفرح، وقد قال نبينا: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حق لنا أن نفرح، وقد قال نبينا: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ما لنا لا نفرح، وقد قال ربنا تبارك وتعالى لمعشر الصائمين: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. ربى فينا الصيام ما ربى فينا أن نذكر الله تبارك وتعالى كثيرا، ربى فينا أن نراقب الله تبارك وتعالى في أقوالنا وفي أفعالنا. بل كان الهدف من وراء الصيام هو تربية العبد الذاتية، حيث قال ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فاجعلوا التقوى منهجا لكم، اجعلوا الصيام منهجا في حياتكم، اجعلوا مراقبة الله عز وجل أساسا من أسس حياتكم، تسعدون في الدنيا وتفوزون يوم القيامة. اجعلوا حياتكم كلها رمضان، فإن كان رمضان قد هلك فإن رمضان باقيا لا يهلك. كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. إن كان رمضان قد هلك فإن رب رمضان حي دائم لا يموت. اعملوا لحياتكم، اعملوا لتقواكم، اعملوا لصلة أرحامكم،
الذي وصانا بها نبينا صلى الله عليه وسلم، وبالأخص في مثل هذا اليوم. فماذا قال الحبيب؟ هذا هو حديثنا بعد جلسة الاستراحة إن شاء الله. عباد الله، أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. أما بعد، عباد الله، هذا هو يوم التزاور، هذا هو يوم المودة والمحبة، هذا هو يوم الإخاء. لا يجوز لمسلم أن يقطع صلته بأخاه المسلم مهما حدث، فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: يا ربي، هذا مقام العائد بك من القطيعة؟ قال لها: نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فذلك لك. فاتقوا الله عباد الله، واجعلوا أيامكم أعياد. أسأل الله أن يغفر لنا الذنوب، وأن يستر لنا العيوب، وأن يتوب علينا لنتوب. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصلاتنا وركوعنا وسجودنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، عاجلها وآجلها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم اجعل أيام كل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أعيادا يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله، كل عام وحضراتكم بخير.